فكل من يشك بوجود الله أو يشك بوحدانية الله أو يشك ببعثة الرسل أو يشك بهذه المسائل، السبب في ذلك إهماله للمعارف، لأن يستحيل إنسان تفكر ونظر وبحث أن لا يجد الحق. فكل من اجتهد وبحث ونظر وتفكر وبحث عن الأدلة واستمع يصل إلى الحق. وكما نرى في العالم كم من الناس الآن في الصحراء يقول لك أنا عندما هو صدق وبحث وأراد الحق هداه الله للإسلام. كم سمعنا من الناس في الصين في أمريكا في أوروبا، جاء رجل من الهنود الحمر إلى الأردن وأسلم. فلا نقول أن الحق ليس ببين، بل الحق بين. سبب عدم ظهور هذا الحق إهمالي أنا، سبب عدم وصول إلى الحق إهمالي للمعارف، إهمالي للنظر، إهمالي للبحث.